تقنية وصفت بالثورة الصناعية الثالثة غيرت مفاهيم البناء ووفرت الوقت والجهد والأموال. آلات وبرامج حاسوبية استطاعت إقصاء آلاف من العمال والحرفيين عن ميادين عملهم. إنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. قد يعتقد البعض أن هذه التقنية حديثة كونها شاعت في الأعوام القليلة الماضية، لكن الحقيقة أن فكرتها بدأت في ستينيات القرن الماضي عندما حاول عدد من العلماء تطبيقها لكنهم لم ينجحوا. وفي الثمانينات تمكن المهندس الأمريكي تشاك هال من اختراع آلة قادرة على الطباعة الحجرية، وقدم طلباً للحصول على براءة اختراع للآلة القادرة على تحويل حالة المادة إلى صلبة عن طريق إعداد بيانات النموذج عبر ملف STL وتقطيع المواد وتجسيدها على أرض الواقع. ورغم أن اختراعها لم يكن طابعة ثلاثية الأبعاد بالمعنى الحديث، لكن براءة الاختراع التي قدمها هي ما جعلت العالم ينسب إليه اختراع التقنية. ثم جاء بعده الأمريكي إيمانويل ساكس ليطور التقنية بالشكل الحديث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1993. الطباعة ثلاثية الأبعاد تستعين ببرامج حاسوب كبرنامج الأوتوكاد لتصميم الجزء المراد طباعته، حيث يتم تقسيم الشكل إلى أجزاء صغيرة وتحولها إلى بيانات رقمية. لبناء لبنة واحدة تقوم الطبيعة بنفث طبقة من مسحوق الخامة المختارة للبناء لتكون الأولى هي الأساس، تليها طبقات أخرى فوقها، وتقوم الطبيعة بربط حبيبات الطبقات ثم كبسها لإحكام إلصاقها. بعد ذلك تتم معالجة اللبنة حرارياً للتخلص من الزوائد ولإكسابها الصلابة المطلوبة. هذه الطريقة المتبعة هي لتشكيل لبنة واحدة فقط، بعد ذلك تعيد الآلة الكرة لبناء اللبنات الأخرى والوصول في النهاية للشكل المطلوب. وهناك تقنيات أخرى لنفس الغرض تستخدم تقنية الليزر على مادة هلامية كالبوليمر مثلاً لتجميد طبقة فوق الأخرى بدلاً من نفث المسحوق. وبعضها تستخدم تقنية التليين الحراري التي تذيب المادة المخصصة للطباعة لتخرجها بالشكل المرغوب. التقنية هذه أحدثت ثورة، فهي أسهل في الاستخدام وقادرة على اختصار أسبوعين من عمليات البناء في 48 ساعة فقط، كما توفر الجهد والمال كون نظامي القولبة والنحت تقليديين يبددان في كثير من الحالات كميات كبيرة من المادة المستخدمة. اليوم توسعت مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصل إلى طباعة الدواء وأعضاء من جسم الإنسان، وطباعة قطع غيار الآلات والمركبات، وحتى طباعة الملابس. من المتوقع أن يصل سوق النظارات ثلاثية الأبعاد المطبوعة إلى 3,400,000,000 دولار بحلول عام 2028، حيث تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد طريقة إنتاج مناسبة لإطارات النظارات، لأن قياسات الفرد قابلة للتعديل في المنتج النهائي. رغم كل تلك المزايا، الأمر لا يخلو من بعض التحديات، فبالرغم من انخفاض ثمن آلة الطباعة نسبياً، إلا أن المواد اللازمة للطباعة لا تزال مرتفعة الثمن. وهناك بعض المواد التي لا تزال عصية على الاستخدام كونها تتشوه ويتقلص حجمها عند تعريضها للحرارة، كما أن الآلة معدة لبناء مجسمات من مادة واحدة، فهي غير مصممة للتعامل مع مواد مختلفة لإنتاج جسم واحد. العلماء اليوم يبذلون قصارى جهدهم لزيادة دقة الطبيعة هذه، وقد نجحوا بالوصول لدقة 200 نانومتر، لكنها لا تزال غير كافية لصناعة بعض أعضاء جسم الإنسان والقطع الإلكترونية الدقيقة.